نحنا ما بدنا نكون مزبلة حدا ولا بدنا حدا يرميني في يدنا. نحن قوم إذا قلنا فعلنا، وإذا فعلنا التزمنا، من هنا وثقنا بشخصية فذة في لبنان هو اللواء أشرف ريفي. لحنا ويقض على موعد ستة أيار للابتراع لنحضار مين بيمثلنا. لازم بخياركم شكل كبني ننقل صوتا اعتراضي، صوتا معترض، صوتا معارض لا لدولة حزب الله ولا للدور الإيراني في لبنان. هذا بند أساسي. نعم مسلمين ومسيحيين، نعم نحن نموذج العرش المشترك. بدي اسمع صوت وسقفي للواء ريفي. نحن وياكم من التغيير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.